بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج باختصار. عندنا ملفات كتيره، لكن احنا هنحاول ناخد اللي ما ينفعش ناجله واللي ممكن ناجله ونخليه معانا ربما للاسبوع اللي جاي. اهم الملفات على الاطلاق هي ملف مش مصري بالمعنى المباشر للكلمه، انما مصر تتاثر به كما يتاثر به كل مجتمعات تتاثر به كل مجتمعات العالم، الا وهو الانتخابات الأمريكية. على فكرة شرح إزاي الانتخابات الأمريكية بيتم مسألة مش سهلة، يعني هي انتخابات مركبة شوية، وحتى لما كنا بنشرحها للطلبة الأمريكان في أمريكا كان بتاخد شوية وقت، لأنه الموضوع فيه تفاصيل كتير. إنما إحنا شطرتنا إن شاء الله في البرنامج ده بشيء من التركيز إن إحنا هنستوعب هي إيه الانتخابات الأمريكية. اكتر حاجة ممكن تخلينا نفهم الانتخابات الامريكية انها مش انتخابات واحدة، هي 51 انتخابات. يعني ايه؟ مش هما 50 ولاية، كل ولاية بذاتها بيحصل فيها انتخابات، بيطلع من هذه الولاية وزن نسبي. وزن النسبي ده بيعكس عدد سكان الولاية، فالولاية اللي عدد سكانها كبير بيبقى وزنها النسبي اكبر. بعد ما نخلص الخمسين ولاية، كل ولاية من هذه الولايات بتبعت مندوبين ليها علشان يجتمعوا في السنت. السنت ده اللي هو مجلس الشيوخ الامريكي او الكونجرس، يعني اي مكان المكان اللي يبقى فيه. المهم في الاخر خلاص بيقعدوا مع بعض، فيجي واحد زي مثلا نفترض انا واحد من نقول ايه، نقول ال 18 او ال 20 بتوع بنسلفانيا، فولاية بنسلفانيا انتخبت ترامب مثلا، نفترض ان انتخب ترامب. انا رايح ممثلا ولاية بنسلفانيا، هروح ادي صوتي لصالح ترامب. احنا بقى كم واحد؟ احنا 20. يعني احنا 20 ممثلين لولاية اسمها بنسلفانيا، لانه اغلب الناس داخل بنسلفانيا ادوا اصواتهم لترامب. يبقى انا لما اروح اقول والله يا اخواننا انا ممثلا عن ولاية بنسلفانيا صوتي لترامب. احنا 20 واحد بنعمل كده، غالبا بيبقى ال 20 واحد ماشيين في نفس السكه دي. في علم السياسه بيسموها ايه؟ بيسموها انتخاب على درجتين. الدرجه الاولى التصويت الشعبي، احنا كجماهير بننزل جون وجاك وجيسيكا وكل الناس دي راح تدي صوتها. كل ولايه بقى بيقعدوا يعدوا مين اللي هياخد نقول ايه ال 30 صوت بتوع تكساس. لو اغلب الناس في تكساس ادوا اصواتهم للحزب الجمهوري، وهم بقالهم بيعملوا كده مثلا بقالهم فوق 150 سنه، يبقى ال 30 صوت بتوع تكساس راحوا لترامب، راحوا للحزب الجمهوري. في حاله كاليفورنيا 55 مندوب او ممثل لكاليفورنيا هيروح يا يدي لترامب يا يدي بايدن. على اساس ايه؟ على اساس اغلب الاصوات بتاعت ولاية كاليفورنيا. علشان كده الانتخابات اللي على المستوى الاول ده اللي هو مستوى الافراد هي بتنعكس على الولاية رايحة فين. بس هل كل الولايات زي بعضها؟ لا، كل الولايات لها وزن بمقدار عدد سكانها. طب ليه؟ ايه الحدوتة ده هي؟ الناس اللي قعدوا عملوا امريكا، مارجريت تاتشر ليها مقولة يعني تستحق التأمل، قالت فيها ايه؟ قالت التاريخ صنع اوروبا. التاريخ تقصد بيه ايه؟ الصراعات الدموية والخلافات والتحالفات ومعاهدات السلام واللي يلتزم واللي ما يلتزمش. ففي الاخر اوروبا دي هي نتاج كتلة من اللخبطيطة والمنافسات والصراعات والتحالفات والكلام اللي انتجت اوروبا بشكلها اللي احنا عارفينه النهاردة، واللي جزء منه بقى الاتحاد الاوروبي. انما الفلسفة صنعت الولايات المتحدة الامريكية. تقصد ايه مارجريت تاتشر بكده؟ قعد 55 واحد في مكان اسمه فلادلفيا اللي هو جزء من بنسلفانيا، وقعدوا رسموا خريطة الولايات المتحدة الامريكية، خريطة طريق للولايات المتحدة الامريكية. كانوا في الاول 13 ولاية، يعني 55 واحد بيمثلوا 13 ولاية، عشان نعمل ايه؟ هذا الكيان اللي احنا ورثناه عن الانجليز بعد ما حاربناهم وطردناهم نعمل بيه ايه؟ تبقى كل ولايه فيهم دوله لوحدها، ولا نقسم ما بيننا الصلاحيات بحيث ان احنا في النهايه نخترع اختراع اسمه الفيدراليه. الكلام ده 1787 لما كتبوا الدستور الامريكي.
ففي واحد عبقري اسمه ماديسون، لو حضراتكم يعني في يوم من الايام حبينا نتكلم عن شخص يصنع التاريخ، ماديسون ده لاحقا بقى الرئيس الثالث للولايات المتحدة الامريكية، انما اهميته هو انه كان الكاتب الاساسي للدستور. ده راجل عبقري بقى، ده هنا الفلسفة والعلم والكلام. ده كان راجل يقرأ باللاتينية واليونانية، وقرأ كان معجب جدا بماكيافيلي، مش ماكيافيلي بتاع الامير، ماكيافيلي بتاع المحاورات. في كتاب اسمه ديسكورسز كتبه ماكيافيلي، كان بيتكلم فيه عن فكرة القيادة في العالم من ايام بقى يعني الرومان القدماء، وصولا لاعجابه بالدولة العثمانية في بدايتها وسليمان القانوني وفكرة الشرائع والقوانين وازاي تبقى اكستندد ريبابليك. شوف الكلمة حتى اكستندد ريبابليك، مش تبقى امباير محكوم بشخص امبراطور، لا تبقى ريبابليك يعني جمهورية فيها احترام للناس اللي بتنتخب والكلام ده، بس تبقى واسعة. طب نعملها ازاي؟ جت فكرة الفيدرالية. طب دلوقتي انا كولاية صغيرة ديلور مثلا، في ولاية صغيرة قوي اسمها ديلور دي جنب واشنطن، دي عدد سكانها يمكن ما يزودوش عن 1,000,000 واحد، وفي ولاية ضخمة جدا زي نيويورك. طب ما انا لو عملت انتخابات، اي انتخابات، ايه اللي هيحصل يا عمي؟ ايه اللي هيحصل؟ ان نيويورك هتبقى اهم من ديلور، لانه عدد سكان نيويورك قد مثلا 50 مره سكان، مش 50 يعني 30 مره سكان ديلور. طب انا اهتم بديلور ليه؟ قال لك بس يبقى نعمل فكره الانتخاب على درجتين. الدرجه الاولى انتخابات جوه ديلور، انتخابات جوه نيويورك وبنسلفانيا ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا وجورجيا وكل ولايه من الولايات دي، وبعدين بعد ما تخلص عن الانتخابات على مستوى الولايات يروح من كل ولايه مندوبين. في الاصل يعني ايام ما ماديسون كتب ما كانش الناس اللي بتروح مندوبة عن كل ولاية ملزم بقرار الولاية بقرار الانتخابات. يعني انا ممكن انا مثلا انا مسؤول عن ولاية كاليفورنيا او مندوب عن كاليفورنيا، انا مش عاجبني الناس اللي مترشحين على الحزب الديمقراطي، انا ممكن ادي صوت للحزب الجمهوري. أنا رغم ان اغلب الناس في ولايتي اختاروا واحد ديمقراطي. ليه؟ ساعتها كانوا شايفين ان عقول الناس مش ناضجه كفايه. فنعمل ايه؟ لا نجيب ناس ينتخبوا من الناس دي، يعني من الجماهير ينتخب ناس اعقل. دول بقى يقعدوا مع بعض ويقولوا مين اللي يبقى رئيس امريكا. انما الفكره دي تراجعت شويه، وبقى الناس اللي يعني اللي هو بعباره اخرى تحولت من ريبابليك يعني جمهوريه فيها الانتخاب اللي على درجتين دول هم بيدي صلاحيات كبيره للمندوبين عن كل ولايه، لانها بقت ديمقراطيه اقرب للديمقراطيه الشعبيه اللي فيها الناس او المندوبين بيعكسوا تفضيلات الجماهير زي ما هي، ما بقاش لهم مساحه كانت موجوده عندهم لما كان الاباء المؤسسين لامريكا بيفكروا. خلاصه الموضوع ادي خريطه امريكا زي ما حضراتكم شايفينها، كل ولايه ليها عدد أصوات يتناسب مع عدد سكانها. في تفريعة صغيرة جملة اعتراضية لو حضراتكم حبيتوا يعني تستوعبوها كنبيها، ما استوعبتوهاش مش مهم، انه الحقيقة مثلا ولاية زي اوهايو ليه فيها 18؟ ليه فيها 18 صوت؟ لانه عدد اللي بيمثلوها في الكونجرس 2 في مجلس الشيوخ، لانه في مجلس الشيوخ كل ولايه بغض النظر عن حجمها ممثله ب2، ودي مره تانية من افكار ماديسون بيسموها جريت كومبرومايز، الحل الوسط الاعظم عشان يخلي الولايه الصغيره تقبل انها تعيش مع الولايه الكبيره. انا هديك يا عم صوتين وهدي الولايه الكبيره صوتين في السنت في مجلس الشيوخ بس. طب الولايه الكبيره تقول لك طب انت بتظلمني ليه؟ يقول لك خلاص بقى انا في مجلس النواب هدي للولايه الكبيره بعدد سكانها، فتبقى البرغوث اللي دمه كتير الولايه اللي دمها اللي فيها سكان كتير تمثل بعدد يتناسب مع سكانها في مجلس النواب، انما كل الولايات على قدم المساواه تمثل في مجلس الشيوخ. طيب مثلا ولايه زي ميتشيغن 16 او 18 او اي رقم يعني، طب ده جاي منين؟ يعني جاي منين؟ ده جاي من انه في 2 بيمثلوا ميشيغان في مجلس الشيوخ، وفي 16 بيمثلوا ميشيغان في مجلس في مجلس النواب، حط الاثنين مع بعض يطلع الرقم 18. مثلا فلوريدا ليه فلوريدا 29؟ 27 بيمثلوا فلوريدا وفقا لعدد سكانها في مجلس النواب، وفي 2 بيمثلوها زي كل الولايات التانية
في مجلس الشيوخ. طب ليه كاليفورنيا 55؟ طبعا كاليفورنيا كل هو الغرب الامريكي واضح جدا ان هو ازرق. او انا اقول لحضراتكم ايه اللي احنا شايفينه قدامنا ده. الغرب الامريكي الازرق ده كله رايح ناحيه بايدن، اللي هو ازرق يعني الحزب الديمقراطي، والاحمر ده اللي هو الحزب الجمهوري. هو بقى مفرق هنا في الخريطه ايه ما بين احمر قوي، يعني دي قطعا رايحه في سكه الجمهوريين، وازرق قوي زي نيويورك مثلا قطعا رايحه في سكه الديمقراطيين. الاحمر اللي خفيف شويه مثلا ميزوري مثلا او انديانا او الحاجات ديت، يعني يقول لك ايه، في احتمال مش كبير بس في احتمال انه ممكن تحصل حاجه، يعني ممكن تحصل مفاجاه هنا، بس هي غالبا برضو رايحه في نفس السكه، يعني دي يقينا هي رايحه للحزب الجمهوري لانها احمر قوي، ودي يقينا انها رايحه للحزب الديمقراطي انها ازرق قوي. انما الازرق الخفيف ده مثلا زي بنسلفانيا هي مياله بوضوح ناحيه الديمقراطيين، بس احنا مش متاكدين. ويجي بقى على ولايات معينه زي اللي هي مديلها اللون البني ده، يقول لك في اللحظه دي واحنا بنعمل استطلاع الراي ده احنا شايفينها سوينج ستيت. يعني ايه سوينج ستيت؟ مرجحه، هي ولاية حاسمة مهمة عندها عدد كبير من الأصوات في المجمع الانتخابي، يعني عدد كبير من المندوبين لما يتجمعوا مع بعض، وفي نفس الوقت واضح انه الأمور ايه مش مستقر. ففلوريدا مثلا ليها 29، دي جورجيا فيها 16، أوهايو 18، دي أيوة اعتقد فيها 8. الرسالة هي ايه؟ الرسالة ان دي ولايات، ونورث كارولاينا فيها 15 او 16، الصورة مش واضحة عندي. المهم خلاصة الموضوع ايه؟ خلاصة الموضوع ان الولايات دي ممكن تروح كده او كده. عشان كده يقول لك ايه؟ يقول لك انه بايدن وترامب الاثنين النهاردة موجودين في فلوريدا. ليه؟ هي اكتر الولايات من حيث عدد المندوبين اللي متأرجحة. تفتكروا حضراتكم او بيقال انه ما فيش رئيس وصل للبيت الابيض من سنة 64 لغاية النهاردة الا واللي فاز بفلوريدا، الا ولازم يكون فاز بفلوريدا. يعني اللي يفوز بفلوريدا ما هو كله بقى خلاص وازن بعضه، اللي بيفوز بفلوريدا عادة على الاقل من سنة 64، مش عادة، من 64 مش عادة، من 64 يقينا بيفوز بالانتخابات. طيب عشان كده فلوريدا مهمة. طبعا حضراتكم الكبار مننا شوية في السن يفتكر سنة 2000 لما كان في هذا التنافس القريب جدا في الارقام ما بين بوش، جورج بوش الابن، والجور اللي هو كان نائب بيل كلينتون، وفي النهاية اللي حسمت الاصوات كانت فلوريدا. على فكرة يعني مش بالضرورة، وهو ده اللي بيخلينا مش انا عايز اقول له حضراتكم حاجة احنا قلناها المرة اللي فاتت وبنقولها تاني المرة دي. عشان كده السنة اللي فاتت او الحلقة اللي فاتت قلت لحضراتكم ايه، هيلاري كلينتون لما جمعنا عدد الاصوات في كل امريكا طلعت متفوقة على دونالد ترامب ب 3 مليون صوت. بس 3 مليون صوت ما يفرقوش، لان انا مش باخد بعدد الاصوات الشعبية، خدوا بال حضراتكم، انا باخد بعدد المندوبين اللي فوق. فمثلا لو انت خدت في كاليفورنيا 100% من الاصوات ده ما غيرش حاجه، كاليفورنيا لسه عندها وزن نسبي 55 مندوب. لو خدت كل اصوات تكساس ما تفرقش، خدت كل اصوات 50% زائد اصوات زائد واحد 75% من اصوات تكساس ما تفرقش، هي تكساس ليها سقف في عدد المندوبين ان هم يكونوا حوالي 35 او رقم زي كده. خلاصه الموضوع انه الاصوات الشعبيه مهمه داخل الولايه، انما لما بنيجي على مستوى الولايات كلها اللي هي بقى الانتخاب، مش انا بقول لحضراتكم هي 51 انتخاب، ففي 50 انتخاب بيحصل على كل ولايه. بعد ما بنخلص كل الدرجه الاولى، بعد ما بنخلص كل دول يطلع على مستوى على انتخاب على الدرجه الثانيه، انتخابات الاخيره اللي هي انتخابات مندوبي الولايات اللي هم بيمثلوا الولايات في الالكتورال كوليدج او المجمع الانتخابي ايا ما كان الاسم. طب المجمع الانتخابي ده عباره عن ايه؟ المجمع الانتخابي ده عدد كل المندوبين. طب لما يقعدوا مع بعض يقعدوا يعملوا ايه بقى؟ اللي هيجيب 270 في الالكتورال كوليدج يفوز. ليه؟ لان هم مجموع المندوبين على مستوى ال 50 ولايه حوالي 5 3 4، اقسم الرقم ده على 2 يطلع 209
و60 ال 269 دوت اللي يجيب فوق ال 269 بواحد اللي هو 270 يفوز. عشان كده احنا بنستعرض لحضراتكم ادي الاصوات اللي فاز فيها المجمع اللي فاز فيها الرؤساء في المجمع الانتخابي من ال 600 حاجه صوت دول همت. شوف حضراتكم رونالد ريجان 489 صوت في الانتخابات بتاعه 80، سنه 84 525، مفيش ارقام زي كده تاني خلاص بقى، ال 500 دي مش هتشوفها تاني، لانه ريجان كان محبوب جدا، كان كاريزماتيك، كان قادر على، كان ليه اخطائه انما كانش ما كانوش بيركزوا قوي على اخطائه لانه كان شايفين ان هو ناجح بصفه عامه. جورج بوش اللي هو كان نائب ريجان خد 429. مرة تانية ما تنسوش حضراتكم ان انت محتاج 270 صوت في المجمع الانتخابي، فده خد 426. جاء كلينتون خد 370 و379، في الحالتين اكتر من 270 فكفاية ان هو يبقى رئيس امريكا. دي اكتر انتخابات اللي بعدها جورج دبليو بوش مع الجور كنت بحكي لحضراتكم عليها اللي كانت فيها التنافس الكبير في كاليفورنيا في فلوريدا، ده خد بالعافية صوتين فوق المطلوبين، يعني او صوت فوق المطلوب، هو مطلوب 270 ده خد 271. كانت انتخابات اختبار شديد للديمقراطية الامريكية، يعني كان ممكن بلد تفلت يعني، انما التقاليد الامريكية كانت راسخة كفاية. جورج بوش بقى في الجولة الثانية او اسف في الاربع سنين التانيين ما كانش 270، زاد شوية 286. اوباما خد 365 في المرة الاولى، وفي المرة الثانية خد 332. نفس الكلام مع ترامب خد 304. معلش ارجع صقر اللي قبل دي على طول، بس انا هقول لحضراتكم اخر بروجكشن او اخر تنبؤ للانتخابات بيقولوا. انا طبعا مش عايز نفرط في يعني الترجيح لانه الموضوع لسه في مساحة كبيرة من غير المعلوم. بيقولوا انه في هذه اللحظة لو انا استبعدت اوهايو وايوا وجورجيا ونورث كارولاينا وفلوريدا اللي هي الخمس ولايات، واوهايو اسف، الخمس 2 4 5 6 الست ولايات المتأرجحة ديت اعتبرناهم مش موجودين، وعملنا انتخابات دلوقتي وفقا لواحد من لمجمل استطلاعات الرأي، المفروض ان بايدن يفوز ب 290 صوت من المجمع الانتخابي اللي هو فوق 270، وترامب ياخد 163. كأنه ضمنا لو الامور ماشيه بهذا المعدل وهولدنج بقى زي ما كنا بنقول في العلوم الاجتماعيه لك هولدنج اول اذر فاكتورز كونستنت، مفيش اي حاجه تانية اتاثرت، مفيش حاجه تدخلت، مفيش فجاه كده خبر قلب الدنيا. خد بالكم في خبر النهارده الحقيقه طالع امبارح بتوقيت امريكا بيقول ان الاقتصاد الامريكي ابتدى يتعافى بشده، ما هو قفل معظم الولايات قفلت لمده حوالي 3 4 شهور وبعدين فجاه كلها فتحت، فالاقتصاد بدل ما كان راكد ابتدى يتطور بشكل كبير. فالاقتصاد دلوقتي بيقول طب هل دي اخبار كويسه؟ هل ممكن تخلي بعض الناس يقول لك والله ترامب ما كانش وحش قوي كده، لا خلينا ندينه صوته؟ لكن مره ثانيه ما لم يحدث شيء احنا ما احناش عارفينه يعني، او ممكن نبقى عارفينه بس مش عارفين ان هو هيبقى ليه هذا التاثير الضغط، هل ممكن تحصل حاجه تغير الوضع؟ الاجابه في هذه اللحظه لو الامور زي ما هي بايدن يفوز وترامب بيخسر. كمل بقى صقر معلش، هات لي البتاع بتاع سي ان ان، عامله سي ان ان هو كل المواقع هات اللي بعد كده، كل المواقع والتلفزيونات والكلام ده بتحاول انها تعمل استطلاعات، لعبه استطلاعات الراي، بس احنا قلنا هنا ان احنا ناخد لكم واحد من اكثر الاستطلاعات اللي يعني بيعترف بيها في امريكا اللي هو سي ان ان بول اوف بولز. يعني ايه استطلاع الاستطلاعات؟ مش كل مثلا في عدد مهول من الجامعات بتعمل استطلاعات راي، محطات الاذاعه والتلفزيون والانترنت والجرايد وكله كل ومراكز الابحاث كلهم بيعملوا استطلاعات. طب ايه رايك بقى لو انا جيت في يوم 28/10 ورحت حاطط كل الاستطلاعات دي قدامي وخدت متوسط عام لكل الاستطلاعات بما فيها الاستطلاعات اللي داخل الولايات؟ دي مسألة مهمة. يعني ايه؟ يعني انا مش بس باخد استطلاعات على مستوى قومي، مش 1000 واحد على مستوى امريكا يطلع 5 من اريزونا و8، لا انا كده هروح اعمل على فلوريدا بس او على اوهايو بس او على بنسلفانيا بس الى اخره. طب بعد كل ده بقى نوصل لايه؟ نوصل ل 52% لجو بايدن و 42% لترامب. طب انا مش هطول على حضراتكم. طيب
واحد يقول لي طب ما هو السنة، آسف، الانتخابات اللي فاتت كان ترامب متفوق، كانت آسف هيلاري كلينتون متفوقة على ترامب، هي بس المشكلة إنها كانت متفوقة بحوالي 2.5% في نفس الاستطلاع ده. يعني إيه 2 بوينت؟ يعني 2.5%. طب 2.5% ده دلالته إيه؟ إحنا عندنا في الإحصاء، أو يعني عندهم، أنا مش إحصائي يعني، بس متطفل عليهم لأن أنا بدرس الحاجات دي شوية في شغلي، إنه في حاجة اسمها هامش الخطأ، مارجن أوف إيرور. بيقول لك ان هو بيبقى في حدود 3%، 3.3، يعني حاجه كده، رقم في الحدود ديت. لو الفرق ما بين الاثنين اقل من ال 3% دهيت، عاده انا اقول لك انا ما عنديش قرار اتخذه لانه النتيجه قريبه قوي. هديلكم مثال غريب بس هو ده اكتر حاجه بستخدمها مع الطلبه وبيستوعبوها. تخيل كده لو انا عندي طبق شوربه ضخم كده، حاجه ضخمه جدا جدا، كبير يعني، حمام سباحه صغير كده، وحطينا فيه ملح وفلفل وكرفس والحاجات دي كلها، وما قلبناهوش كويس، ما قلبناهوش كويس، مش ممكن اروح مادد كده، انا عايز اجرب بقى، اخد سامبل يعني، اخد حاجه احللها، عينه احللها، وانا ما قلبتش الطبق ده كويس، يحصل ايه؟ ممكن الاقي حاجه مالحه جدا، اقول لك ايه ده؟ او ممكن اقول لك ده مفيش ملح خالص، حط ملح، حط ملح. ما هو انت بتحط ملح على اساس ايه؟ على اساس ان العينه بتاعتك دهيت بتقول ان مفيش ملح. ايوه بس انت ما قلبتش كويس. انا مش عايز الخبط الدنيا قوي، لكن عايز اقول ممكن ان يكون في هامش خطا نتيجه ان العينه مش ممثله بالقدر الكافي. لان انت بتتصل بالناس، طب مين اللي هيرد عليك مثلا لو انت اتصلت الساعه 3 الظهر في البيت مثلا؟ غالبا واحد ما بيشتغلش. طب انت لو سالت واحد، يعني لو العينه زاد في عدد اللي ما بيشتغلوش اكتر من العدد اللي بيشتغلوا، طيب ما هو المجتمع في مثلا 70% بيشتغلوا وانت في العينة جبت 70% بيشتغلوش، لا يبقى العينة مش ممثلة بالقدر الكافي للمجتمع، ما تقدرش تعول عليها. خلاص الموضوع يعني انه في هامش خطأ. هل هامش الخطأ ده موجود هنا في اللحظة دي؟ لا. يعني بايدن هنا 52 و42، ده اكتر من 3% بكتير، وبالتالي نقدر نقول لو الانتخابات حصلت النهاردة مبروك لبايدن، لو الانتخابات حصلت دلوقتي حالا مبروك لبايدن. من النهارده لغايه 3 ايام جايين، الانتخابات هتكون بعد 3 ايام ونص 4 ايام طبعا في فرق توقيت، يبقى بايدن هو المرشح الاوفر حظا في هذه اللحظه، ما لم تحدث مفاجاه احنا ما احناش عارفينها خلال 3 4 ايام اللي جايين. انا بس عايز اقول لحضراتكم انه الاثنين المرشحين مقطعين بعض، والحياة بيوروا الديمقراطية في أسوأ أشكالها. يعني الانتخابات الأقدم شوية كان فيها درجة أعلى من الاحترام، وكان فيها درجة أعلى من المصداقية، وكان درجة أقل من النيجاتيف كامبينينج. يعني إيه النيجاتيف كامبينينج؟ نيجاتيف يعني سلبي، كامبينينج يعني حملات، فالحملات السلبية أقل. إنما ده مثلا يعني الراجل بايدن بيقول على ترامب، بيقول لك تويتي ترامب. تويتي يعني إيه تويتي؟ فين حضراتكم تويتر؟ هو راجل تويتر اللي هو برنامج تويتر يعني، أو الموقع تويتر. ترامب بيقعد يكتب عليه كتير قوي، فهو بايدن مسميه تويت ترامب، اللي هو الراجل ما بيعملش، ما بيحكمش فعليا يعني، وقال لك كذا مره يعني، قال لك هو الراجل ما بيحكمش، عمال يكتب تويتات وبس. والتاني ترامب شاف صوره لبايدن وهو نايم مره في واحده من اجتماعات السنت، فقال لك سليبي بايدن، سليبينج بايدن اللي هو ايه؟ بايدن النائم. يعني كولينج نيمز، يعني بيسموا بيشموا بعض، بيقولوا على بعض الفاظ غير لائقه. شوف حضراتكم مثلا في جو بايدن مثلا بيقول لك ايه؟ نحن الولايات المتحده الامريكيه يمكننا التغلب على هذا الفيروس، لا يوجد تحدي لا يمكننا مواجهته، لا عدو لا يمكننا مواجهته، لا تهديد لا يمكننا التغلب عليه. ده كلام بيشجع الناس على انه انا، طبعا هو ما قالش ايه الخطه اللي هيعملها علشان كده، بس هو بيقول انا نقدر نواجه هذا الفيروس الرهيب. هات اللي بعدها يا صقر. مثلا ده بايدن برضو بيقول تحت قيادة دونالد ترامب، ترامب أصبحنا أضعف وأكثر مرضا، انتظرونا بينما أناقش كيف سأضع هذا الفيروس تحت السيطرة، ومش عارف ايه حصول وضمان حصول كل أمريكي على رعاية صحية جيدة وبأسعار معقولة. ده وعد من الوعود، على اعتبار انه ترامب كان يعني أفسد والتاني هيصلح. بايدن بيقول لك المعركة من أجل العدالة لا تنتهي هنا، لكنه يبدأ بالتصويت. وهنا جايب شاب أسمر وبيقول لك إيه، أنا يعني هجيب لكم حقكم، فأنتم كأقليات ادوا أصواتكم ليا. أنا في حاجة بس هقول لك كمان شوية، المسلمين في أمريكا هيصوتوا إزاي، بس يعني خلينا نبدأ الأول نخلص الجزء ده. كوفيد 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 كوفيد،
ده دونالد ترامب بيشتم يعني، بيقول لك كوفيد كوفيد كوفيد، هو الكورونا هو الانشوده الموحده لوسائل الاعلام الزائفه. خدوا بال حضراتكم هو بيقول لك ايه، فيك نيوز ليم ستريم، فيك يعني زائف، اخبار الزائفه. ليم ستريم دايما في الاخبار بنقول في امريكا في حاجه اسمها مين ستريم اللي هو التيار الرئيسي في الاعلام اللي هو اغلب الصحف يعني، وفي الصحف الصفراء اللي هي الليم ستريم. فهو بيقول لك لا احنا خلاص بقى كله ايه، عندنا الليم ستريم ميديا بقت كلها صحف صفراء يعني. فبيقول لك انه الصحف ديت ما بتتكلمش حاجه غير عن الكوفيد 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 الكوفيد، لن يتحدثوا عن اي شيء اخر حتى 4 نوفمبر. اشمعنى 4 نوفمبر؟ الانتخابات 3 نوفمبر. فهم هيفضلوا يضربوا في ترامب بالتذكير بنقطه ضعفه الاساسيه ان هو ما عرفش يخلي امريكا تتغلب على الكورونا، لانه امريكا اكتر دوله في العالم فيها عدد مصابين من الكورونا، وفي اكتر دوله في العالم فيها ناس ماتت بسبب الكورونا. فبيقول لك لقد تعلم الكثير في الاسبوعين الماضيين عن لقد تعلمنا يعني الكثير في الاسبوعين الماضيين عن مدى فساد وسائل الاعلام لدينا، والان التكنولوجيا الكبيره ربما اسوأ من ذلك يعني. فهو يعني بيقول لك ايه، ايه ده حاجه ثانيه، انت غيرت، لا مؤاخذه انا اسف. الولايات المتحده الامريكيه ليس لديها حريه صحافه، داخل حضراتكم رئيس امريكا بيقول كده على اكبر دوله في العالم فيما يتعلق بالحريات، وهما دايما كانوا بيقولوا يعني العالم احنا البيكون او احنا رواد الديمقراطيه والحريه. فبقول لك امريكا ما فيش فيها حريه صحافه، او لدينا قمع للقصه يعني ايه، يعني انا ممكن اجي عند موضوع معين اروح موقفه واقول لك بس انا مش هكمل الكلام في الموضوع ده لانه ده هيكون في صالح ترامب. انا عايز، هو بالنسبه هو ده اللي ساعد ترامب في انتخاباته قدام هيلاري كلينتون، ان هو فضلوا يركزوا على انها يعني نيجليجنت اللي هي مهمله، بتستخدم الايميل الشخصي بتاعها في حاجات المفروض تكون سريه، وانها مش عارف يعني فضلت الميديا الامريكيه تضرب في هيلاري في كلينتون لغايه ما الناس بقى طول الوقت مش عايزين نسمع، خلاص عرفنا انها وحشه وحشه وحشه، زي ما احنا في مصر كده الاخوان ولاد 60 خلاص عرفنا عرفنا خلاص يعني، من كتر ما انا عرفت الجماعه الارهابيه ماشي في الشارع الجماعه الارهابيه خلاص عرفت التيار الرئيسي في الميديا بقى شغال في اتجاه واحد، خلاص الناس عرفت الرساله، مهما بقى بلغته اكتر من كده هو خلاص ما هتقول له اكتر، ما هو مقتنع 100% اكتر من كده ما فيش. فدلوقتي بيقول لك ايه؟ بيقول لك هم بقى بيعملوا معايا اللعبه اللي انا عملتها قبل من كده، الا وهي ان هم خلاص بيوقفوا القصه السلبيه اللي في حق بايدن. ليه مثلا القصه هو كذا قالها كذا مره لكم ما بيتكلموش فيها، اللي هي قصه ايه؟ انه ابن بايدن فاسد وكان استغل منصب بايدن، هانتر بايدن اللي هو ابن بايدن استغل منصب جو بايدن كنائب رئيس لامريكا وراح عمل اتفاقات في اوروبا واوكرانيا ومش عارف ايه. فبقول لك القصه دي نادرا ما حد من الامريكان بيعرفها. ليه؟ الميديا مش شغاله عليه، الميديا عماله تضرب في ترامب. فهو عشان كده بيقول لك هو ما فيش حريه صحافه، هو في سبريشن للقصه، في ان هو يروح موقف القصه السلبيه اللي على بايدن تحس ان هو سمعها يعني 5% من الناس، بس القصه السلبيه اللي على ترامب لا يسمعها 95% من الناس. فعشان كده هو بيهاجم الميديا الامريكيه، وعلشان كده المعركه محتدمه. انما اقدر اقول يعني بحقا انه الميديا الامريكيه ليست سعيده بترامب باعتبار انه شخص بيهاجمها الى اخره. تمام، ادخل في الورا بقى، عندنا حاجه تاني. زي فريدم خلاص. بيقول لك لماذا لا بصوا حضراتكم why isn't Biden corruption trending number one on Twitter، يعني ليه قصه فساد بايدن مش رقم واحد على تويتر. هو بيقول لك ان في مؤامره من حتى وسائل التواصل الاجتماعي عليه، انه ليه مش دي اكبر قصه، ليه اكبر قصه ما تكونش اكبر قصه في العالم، وانما اللي على طول بيعملوه انها قصص ضدي، وعلى هذا الاساس ده شيء مخزي، واحنا المفروض نطبق عليهم سيكشن 230 من القانون، قصه تانية يعني المفروض ان احنا نطبق عليهم القانون ان هم بيقوموا بيتدخلوا في العمليه الانتخابيه بدون حياد وبدون موضوعيه. بس الحقيقه عمر ما كان الاعلام في امريكا يعني بالحياد والموضوعيه اللي هو بيتكلم عنه، والا هو نفسه ما كانش وصل للسلطه. فبيقول لك من ضمن الحاجات التصويت له جو بايدن هو صوت لاكبر ضريبه في التاريخ هتفرض على الامريكان يعني، ولوائح السحق والريجوليشنز اللي هي قواعد التشغيل عشان تعمل شركه. انت مثلا دلوقتي مثلا في امريكا في ظل ترامب كراجل بيزنس مان بيسهل المساله،
اعمل شركه في ساعتين، طب ايه قواعد انك تاخد لون او تاخد قرض ممكن باي ضمان الى اخره. هو بقى لما يجي الديمقراط والديمقراطيين بيؤمنوا بالحكومه الاكبر شويه، يعني ما بيثقوش في رجال الاعمال وقدره المجتمع على انه يتصرف من عنده كده، لا فين الورق، عملت ايه، فين الضرائب اللي عليك الى اخره. فعلشان كده هو بيقول لك تخيلوا بقى انه هيكون في لوائح وبيروقراطيه عاليه جدا في ظل بايدن. ميديكير هيقلل الرعايه الطبيه والضمان الاجتماعي، اللي هو الحقيقه عكس اللي بيقوله بايدن للامانه يعني. والغاء امريكان انرجي، اللي هي انه امريكا تكون دوله معتمده على نفسها في الطاقه ويرجع تاني يعتمد على الطاقه اللي جايه من الخارج بما فيها مكسيكو والشرق الاوسط. التصويت لصالح بايدن هو تصويت للحدود المفتوحه، اللي هي يعني ايه اوبن بوردرز او حدود مفتوحه، يعني بمنتهى البساطه الصادرات اللي عايزه تيجي من الصين تغزو امريكا تيجي من اوروبا تغزو امريكا تيجي، واحنا بقى مش هنعرف نصدر لهم، وده اللي هو كان بيحاول يعمله ضد الموضوع ده. وهيكون كمان تمزيق للتعديل الثاني، التعديل الثاني ده بيتضمن حاجات كتيره قوي من ضمنها حق حمل سلاح وحق في التعبير والحق في اختيار الدين والى اخره. فهو يعني ايه بيحاول يضلمه، لو انتخبت الراجل ده هتشوفه يام سودة ما يعلم بيها الا ربنا. خلاصه الموضوع ايه؟ انه النيجاتيف كامبيننج ده او الحملات السلبيه اللي بيعملها المرشحين ضد بعض بتؤدي في النهاية لأنه ناس كتيرة قوي تعزف عن الانتخابات. أنا بس عايز أقول حاجة، عشان إحنا كمان في مصر عندنا انتخابات ولازم نكون ده واضح في ذهننا، دي انتخابات يعني مفتوحة، كل الاحتمالات واردة. مصر الظروف فيها مختلفة، عشان الناس برضو يعني بعض الناس عندها طموحات واسعة. الانتخابات في مصر ما هياش انتخابات باسم الديمقراطية ولا بهدف الديمقراطية. الانتخابات في مصر هي انتخابات عشان تحل مشكلة تانية، اللي هي مشكلة الشرعية. الناس اللي هتشرع في البرلمان دي او اللي في الاخر خالص الدستور بيقول لازم يكون في سلطة تشريعية، لازم يكون في برلمان، لازم يكون في مجلس نواب ومجلس شيوخ الى اخره. طب الناس دي هنجيبها ازاي؟ فاحنا بنجيبهم بالطريقة اللي تخليهم في الاخر يقوموا بوظيفتهم دي، وظيفة التشريع اللي هو اقرار القوانين والرقابة على الحكومة لو امكن، يعني لو كان في فرصة ان ده يحصل. انما الناس دي لا، دي مش بيحل مشكله الشرعيه، ده بيحل مشكله الشرعيه وبيحل مشكله الديمقراطيه ومشكله الليبراليه والراسماليه وتدخل الحكومه، لان هو النظام هناك قايم على انه في تداخل ما بين الدوله والديمقراطيه. احنا في مصر لا، في انفصال بينهما، الدوله هذا الكيان له اعتباراته اللي على راسها الاعتبارات الامنيه باعتبار احنا في منطقه ما يعلم بها ربنا والصراعات حوالينا من كل ناحيه، ويعني مش هتقدر تتحمل بالنسبه لنا في هذه اللحظه. الديمقراطيه ممكن تبقى رفاهيه، ممكن يجي لك اموال جايه من بره، ممكن حد معاه فلوس اكتر فيسيطر على البلد يعني الى اخره. فبيبقى فيه نوع من الرقابه والضمان لئلا تفلت العجله، يفلت قطار الدوله من قضبان القانون والدستور والكلام ده، عشان واحد باسم الديمقراطية بقى راكب القطر. يعني في محاكم الفكرة، فانت بتحاول تثبت تركيبة القطر ديت على قد ما تقدر في القضبان بتاعتها على اعتبار انك مستهدف واجهزة خارجية، اجهزة مخابرات خارجية. يعني زي ما قلت حضراتكم قبل من كده، هو انت لو جيت قلت دلوقتي هعمل انتخابات حرة نزيهة زي اللي بتحصل كده في امريكا والكلام ده، ما تدفع لهاش كده قطر مليون دولار عشان تجيب الراجل بتاعها يحكمنا، ما تدفع لهاش اسرائيل مليار عشان توصل، ما يعني الى اخره يعني تركيا. يعني هندخل بقى والمناسبة الامارات والسعودية، يعني هقول لك بقى فرصة دولة قررت انها تبقى ديمقراطية، اللي هو انا مش شايف ان في اي شيء غلط في ان احنا نبقى ديمقراطيين في يوم من الايام، بس لازم يكون فيها ضمانات، لازم تكون الدولة قوية جدا بحيث انها تضمن انه العملية الديمقراطية في الاخر تؤدي لمصلحة الدولة، ما تبقاش الديمقراطية في مصلحة دولة تانية. اسلام الحمد لله مرسي فاز وده ترتب عليه تركيا مبسوطة، لا انا مش عايز تركيا مبسوطة، انا عايز مصر تبقى مبسوطة. فعشان كده احنا في مصر ما عندناش ديمقراطية بالمعنى ده، ما عندناش انتخابات ديمقراطية بالمعنى ده، احنا عندنا انتخابات علشان تحل مشكلة، تستعير آلية ديمقراطية عشان تحل مشكلة تانية اللي هي مشكلة الشرعية. امثالي انا قلت لحضراتكم قبل كده تشبيه، انت بتاخد البطارية بتاعت العربية اللي يعني الانتخابات بتاخدها من الديمقراطيه، فبتاخد البطاريه من الديمقراطيه، بتاخد البطاريه من العربيه اللي هي الديمقراطيه، الانتخابات من الديمقراطيه عشان تولع بيها البيت. انما ما تقدرش تقول ان انت عندك عربيه، لا مصر ما فيش فيها عربيه، مصر لا هي دوله ديمقراطيه، لا كانت ديمقراطيه
ولا هي ديمقراطيه ولا هتبقى ديمقراطيه قريب، عايزه كده ايه شويه وقت. اصلا احنا ناس بنتكلم في اي، خش على الفيسبوك وقول مساء الخير هتقول مش مو فيك. اول ما راي واحد صاحبي بيقول لي يعني بيسالني على الديمقراطيه بتحصل ازاي، قلت له هي المشكله دي اصلا تربيه، يعني لازم تتربى على قيم الديمقراطيه، هي مش بتتولد الصبح تدي صوتك في الانتخابات. يعني لو انا دلوقتي قلت اي حاجه ما عجبتش اي واحد او اي مجموعه، ممكن واحد يتهمني بان انا خاين للوطن، هو شايف انه ما ينفعش انك تنتقد مثلا وزير اي حاجه، وزير التموين، وزير الخارجيه، ما ينفعش تنتقده، ليه انت عملت كده انت خاين. يا عم خاين ايه، ما احنا ممكن نختلف وجهات النظر على مائده الوطنيه، ما عادش الكلام ده، ده كلام فاضي. او مثلا تنتقد واحد تقول لك لا انت كده خارج عن الدين، انت فاسق. او الاخوان يقول عليك انت من عبيد البياده، طب وده ديمقراطيه ايه؟ يعني انا كل ما اقول رايي ما يعجبش حد يطلع لي قائمه شتايم، ما هو ما ينفعش، ما هو كده اللي هيوصل للسلطه يا اما هيفضل يتضرب بالطوب لغايه ما مبقاش قادر يتخذ اي قرار، او لما يتخذ قرارات لازم يسقط كل هذه الاصوات. ما هو انت ما عندكش هذه التربيه اللي تخلينا في الاخر نقدر نتعايش على قيم ديمقراطيه. انا خلصت الموضوع الاولاني ده، وبس استنوا في حاجه مهمه ده نسيت اقول لكم عليها، دي حاجه مهمه قوي. احنا اسهمنا في الانتخابات الامريكيه دي، اسهمنا بايه بقى؟ في اغنيه كان زمان اتغنت لمبارك، اخترناه، عارفين الاغنيه دي؟ فاحنا بقى في واحد اسمه وسيم مجدي ابدع، انا بصراحه عجبتني جدا، عمل اغنيه اخترناه لترامب وغناه بالانجليزي، فاحنا بنهديها للشعب الامريكي الشقيق ولانصار الرئيس ترامب ونقول لهم اخترناه. شوفوا بقى البتاع ده، ونرجع بعد الاغنيه دهيت في سهره لطيفه كده في حب النبي محمد عليه الصلاه والسلام. We chose him, elected him, with our love he'll lord.